تعالوا بقى كده ندخل برضو نقول بسم الله ما شاء الله. معانا الفراخ محجوزه برضو بقوه كبيره، معانا الفراخ اللي انتوا طلبتوها اللي هي الفراخ الصغيره الشوي او الحشو، تمام، موجوده معانا. معانا الفرخه كيلو وربع حصري، الفرخه كيلو وربع ماشي، السعر اللي انتوا هتسمعوه دلوقتي ده مش هيتكرر تاني، تمام. الفرخه كيلو وربع، معانا كمان الوراك، طبعا كل الفراخ دي هتتغسل، اللي عايزينها متبله بتتبل، اللي عايزها كده من غير تتبيله برضو موجود. معانا كمان الفراخ اللي هي الصغيره البلدي اللي هي الحشو، تمام، الحشو الصغيره قوي اهي معانا برضو، عليها برضو عرض معانا. معانا كمان الفراخ البلدي اللي بتاخد سوا، اللي هي البلدي اللي بتاخد سوا. معايا كمان الفرخه معديه الاتنين كيلو، الاتنين كيلو الفرخه معديه الاتنين كيلو، عامله معانا 220 جنيه، طبعا السعر ده مش هتسمعوه تاني، تمام، بس من غير تتبيله مغسوله بس ب 220 جنيه الواحده. معانا دي بقى هتبقى معانا في العرض، تمام، مغسوله ب 120 جنيه كيلو وربع، تمام، الفرخه كيلو وربع ب 120 جنيه حشو او شوي، الناس اللي بتحب الفراخ الصغيره الحشو او الشوي، تمام، 120 جنيه الفرخه ب 120 جنيه من غير تتبيل، لو عايزه بنتبل بنزود على التتبيله 10 ل 15 جنيه، من 10 ل 15 على حسب نوع التتبيله اللي انت عايزاه. الكميه محدوده معانا، تمام، زي ما انتم شايفين كده، طبعا دول كده محجوزين، بس اللي جاي تاني هيبقى برده الكميه محدوده، فاللي عايز اتواصل معايا عن طريق الواتس على الرقم اللي انتم شايفينه على الشاشه. طبعا دول في منهم هيدخل تتبيل وفي منهم هيدخل غسيل بس. معانا كمان الفراخ الحشو، الفراخ الحشو معانا ده بيبقى على حسب ما انت عايزه، بس هو بيبقى بالجوز، تمام، ده بيبقى بالجوز زيه زي الحمام، ده بيبقى الجوز معانا. دي بقى الصغننه دي الجوز ب 130 جنيه، ليه بقى؟ علشان دي بلدي، الجوز ب 130 جنيه، تاخديه على الحشو على طول مغسول وزي الفل، على الحشو على طول، وفي ناس بتحب تشوي الصغير ده على حسب ما انت عايزه، ودي بلدي، الجوز ب 130 جنيه، ماشي؟ تمام؟ اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. معانا الوراك زي ما انتم شايفين هتدخل برده على الغسيل وكلها فريش كده اهو، وبتدخل وبتتبل، الكيلو معانا، كيلو معانا عليه عرض، متبله متبله تتبيل شوي ب 120 جنيه. تعالوا بقى كده ندخل مع بعض على الاوردرات وهي تحت التحضير. اول حاجه زي ما احنا شايفين كده اهو، الفراخ بتيجي فريش، مفيش حاجه مجمده خالص، تمام، الكيلو كيلو، ده البانيه، البانيه ده كله هيدخل في الغسيل وهيتغسل غسله كويسه جدا ويتصفى، وبعد كده هيتبل بتتبيله مميزه جدا ويتعمل بالبيض والبقسماط. والناس اللي عايزاه للشوي موجود برده البانيه بتاع الشوي، والناس اللي عايزه ستريبس موجود برده الستريبس. طيب بكام البانيه متبل للشوي؟ ب 230 جنيه بتتبيله مميزه جدا، والناس اللي عايزه البانيه بيض وبقسماط ب 250 جنيه، تمام. احنا عارفين اصلا ان كيلو البانيه زي ما قلت لكم في كارفور كمان وصل ل 240 جنيه. طيب معانا كمان الدبابيس، الدبابيس معانا بتدخل طبعا الغسيل وغسيل كويس جدا، وبعد كده بتتعمل بتتبيله مميزه اللي هي تتبيله كنتاكي، وبعد كده بتاخد نص سوى بالتتبيله، وبعد كده بتتعمل لها كفر بالبيض وبالبقسماط وبتحطيها في الفريزر وبتطلعي الدبوس يسيبيه بس يفك شويه وتنزلي في القلايه وتكون درجه الحراره متوسطه وتطلع معاكي احلى فراخ تحفه ما حصلتش، تمام. معانا الكيلو بتاع الدبابيس بكام؟ انا جاهزه ب 170 جنيه الطبق، الطبق ب 170 جنيه في كيلو، الكيلو بيطلع يعني بصوا مثلا ده الطبق ده 2 4 6 8 9 وفي 8 وفي 7 على حسب حجم الفراخ بتاعتنا، بس انا دايما بخلي الفراخ اللي هي الصغيره مش الكبيره، لان الكبيره بتاخد معايا سوا وبيبقى فيها دم من جوه، فدي بتديني عدد اكبر، والصغيره بتديني عدد اكبر وكمان بتستوي معايا بسرعه. يبقى الكيلو معانا ب 170 جنيه جاهز بالبيض والبقسماط والتتبيله والغسيل وكل حاجه. معانا كمان اللي مطلوب معانا بقوه الشيش طاووق، معانا الشيش طاووق متبل برده، الشيش طاووق بيتعمل برده بتتبيله حلوه قوي بالزبادي والمستردة، حاجه في منتهى الجمال وبتتبيله مميزه جدا، وطبعا بعد ما بيتغسل وبيبقى زي الفل بتحطيه انت على طول في الخله وتحطي عليه الخضار، بتشيليه متبل عندك في الفريزر، تطلعيه فك وتحطي على طول في الخله وتحطي الخضار بتاعك وتدخلي الفرن على طول. بكام بقى الكيلو يا جيجي؟ الكيلو عليه عرض معانا هيبقى ب 220 جنيه متبل والكيلو كيلو. معانا ايه
كمان في العروض بتاعتنا بتاعت رمضان كل سنة وانتوا طيبين. تعالوا اوريكم معايا. وطبعا هنشوف الحاجة كمان قبل ما اوريكم اللي بعد كده، هنشوف الحاجة بعد ما خلصت وبعد ما بتتغسل. انا وريتكم بس في القبل، تمام، اللي هو قبل التحضير. هنشوف بقى بعد ما بتتحضر ولما كمان بتتغلف بتجيلك عاملة ازاي. بيجيلك طبق عليه طبق، وكمان البانيه او البوفتيك او اي حاجة بيبقى ما فيه ما بين كل حاجة وحاجة اكياس، تمام، بيبقى فيه اكياس عشان الحاجة ما تلزقش عندك في الفريزر. بيبقى فيه كمان علبة تاني بيتغطى بيها وبيتكتب فوق الحاجة بحيث ان انت ترصي الفريزر بتاعك كويس جدا وكل حاجة بيبقى مكتوب عليها. تعالوا كده اما اوريكم الحاجة تحت التجهيز بتبقى عاملة ازاي. طبعا بتتغسل كويس جدا جدا، وبعدين بتتبل بتتبيلة مميزة، وكل نوع ليه تتبيلة مميزة تانية خالص. يعني معانا هنا الصدور الكاملة، تمام، دي تتبل وتتعمل كده في ورق الزبدة وورق الفويل وتدخل الفرن وتطلع تتقطع زي اللحمة الباردة، حاجة كده بألف هنا وشفا، بتتبيلة مميزة جدا. معانا الطبق ده نص كيلو، معانا كيلو اهو، تمام. معانا دي الريش الضاني اتبلت بتتبيلة الحاتي، تمام، الطبق نص كيلو زي ما احنا شايفين كده اهو. معانا كمان الشاورما اهي، شاورما بالزبادي بقى وبالدبس الرمان، وبصي حاجه كده بقى بألف هنا وشفا، والتوابل بقى الشاورما الاصليه. معايا برضو الطبق ده نص كيلو، تمام، من الشاورما بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، كل حاجه بلدي، كل حاجه حلوه جدا. حاجه كمان بتجيلك متغلفه، في طبق تاني بيتحط وبيتكتب عليه من فوق ده ايه عشان تبقي منظمه الفريزر بتاعك. معايا دي كبده، دي قصدي لحمه، تمام، اللحمه اللي هي السن دي هتتعمل كباب حله، فانا تبلتها لها عشان تقطع عليها بس البصل والخضار او تعملها في ورقه اللحمه، برده لما هتشرب من التتبيله هتبقى حلوه قوي. معانا الستيك متبل على الشوي او يتعمل في الصينيه في الفرن. معانا كمان الشيش طاووق، هي عايزاه من غير الخضار والخله، لو انت عايزاه بالخضار والخله موجود، برده بتتبيله حلوه جدا ومستارده بقى وشغل عالي، يعني شغل فاخر من الاخر. مش عايزه اقول بس على الايه، التتبيلات المميزه بتاعت جيجي. معانا ايه كمان؟ معانا البانيه، تمام، بالبيض وبالبقسماط، وما في ما بينه وما بين كل واحده وواحده الاكياس اللي هي المفتوحه دي اللي هي اكياس الثلاجه. البوفتيك برده معانا، البوفتيك معانا بالبيض والبقسماط ب 300 جنيه. معانا البانيه بالبيض وبالبقسماط ب 250 جنيه، ب 250 جنيه يا جيجي. عايزه اقول لكم بصوا كده معايا بس عشان ايه ابقى اوريك. بصي حضرتك البانيه النهارده في كارفور ب 240 جنيه، ب 240 جنيه، انتوا متخيلين؟ وطبعا بيبقى كله ميه وزفر ومش فريش عشان تبقوا عارفين. بس طبعا احنا بقى بنتكلم في البقسماط اللي الكيلو بقى ب 45 جنيه، البقسماط الناعم، البيضه اللي بقت ب 5 جنيه، التوابل والبصل اللي بقى الكيلو ب 15 جنيه، والتغليف وما بين كل حاجه وحاجه، فانا كده عامله لكم عرض. فاحنا لما ناخد ده الطبق نص كيلو، تمام، وزياده عن نص عشان انا بوزن النص من غير الكفر نفسه، من غير التوابل ومن غير اي حاجه، بجيب النص كيلو بانيه واعمله، بيديكي بقى اكتر من نص، يديكي 600 650 زي ما بيطلع معاكي، تمام. وبرده البانيه وبرده البوفتيك نفس القصه، بيجي ملوش علاقة خالص لا بالتتبيلة ولا بالتوابل ولا أي حاجة. معانا كمان الدبابيس بتاعت الفراخ، الناس اللي عايزاها كنتاكي طبعا بتتبل تتبيلة مميزة جدا، وبعد ما بتتبل بتاخد نص سوا على النار وبعد كده بتبرد معايا وبعمل لها الكفر بتاعها وبتتحط في الفريزر، تطلعيها ترميها عندك في القلاية على طول. طبعا الحاجات دي كلها رمضان، تجهيزات لرمضان، وناس كتير قوي طلبها معايا، ولسه عندي كمان حاجات تاني تحت التجهيز زي ما انتم شايفين. لسه معايا كفتة الرز لسه هتتصبع، معايا كمان البانيه، تمام، لسه عايزين بانيه شوي. لسه معانا الاجنحه بتاعه الفراخ، تمام، اجنحه الفراخ لسه معانا، ودي التتبيله المميزه. ولسه معانا شيش ومعانا كبده ومعانا حاجات تاني كتير كتير كتير، وهنعصق كمان لحمه مفرومه، اللي عايز لحمه مفرومه معصجه موجود برده. الاوردرات كتير كتير بسم الله ما شاء الله. عايزه الناس كلها تكتب لي رايها في التعليقات، واللي ما حطش لايك يحط لي لايك كتير، عايزه الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. ومش عايزه اطول عليكم كده بعروض رمضان، بس هي دي معانا عروض رمضان، املي التلاجه كلها خير معاكي، وان شاء الله ربنا يرفع الغمه باذن الله. واشوفكم بقى في فيديو جديد عشان انا طولت عليكم قوي، وانا كمان اشوف اكمل شغلي، واشوفكم بقى باذن الله من مطبخ جيجي على قد ايدي. وكل سنه وانتم طيبين، حبيب قلبي جيجي، مع السلامه.
معانا كمان حمام كبير جامبو، تمام، مطلوب معايا اوردر معايا 7 تجواز حمام زي ما انتم شايفين كده اهو مغسولين. هي هتاخدهم علشان هي هتحشيهم وتعملهم تتبيله بتاعتها معينه، فدول اتغسلوا كده غسله حلوه جدا بالبرتقال وبالليمون وبالخل والسكر، حاجه كده بالف هنا وشفا. وعملت لها الكبد والقوانص بتوع ال7 تجواز كلها في طبق واحد برده مغسوله وزي الفل. الجوز معانا جوز الحمام الجامبو ده الكبير متنضف زي الفل، الجوز ب 160 جنيه، انتوا عارفين ان انتوا ممكن تاخدوه من عند بتاع الفراخ اليومين دول ب 160 جنيه، لا ده مغسول ومتغلف ولسه يتلف عليه ستريتش ويتحط كمان فوقيه طبق تاني ويتكتب عليه ده حمام عشان تبقي رصه حاجتك في الفريزر، والجوز معانا ب 160 جنيه. انا بقى البط البلدي، البلدي بلدي، تمام، بصوا بلدي بلدي، تمام، اهو ده كره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، طبعا مغسول كويس جدا. في ناس انا بس ايه كده كده في ناس بتبقى عايزه الراس وناس مش عايزاها، فلسه الراس ما ايه ما كملتش التنظيف بتاعها. المهم معانا من جوه انا غاسله كويس جدا، مفيش شعر خالص زي ما انتم شايفين بالشكل ده، مخلياه على الحله على طول معاكي. معانا كمان الكبد والقوانص بتاعه كل دكر. معانا الوزن، اقل وزن معايا 4 كيلو، معيش اقل من كده، يعني دي 4 كيلو دي 5 كيلو دي 4 كيلو ونص، تمام، ده كده عشان يبقى فيه لحم كده وحلو. كيلو بقى معانا بكام؟ مغسول وما فيهوش شعرايه وعلى الحله ب 150 جنيه، هو اصلا من عند بتاع الفراخ ب 150 جنيه وب 140 جنيه البلدي، وانا جايبه لكم اصلا مش كمان من بتاع الفراخ، انا جايباه من يعني حد من الفلاحين يعني، تمام، فجايب لي كميه يعني بتاعت البط بتاعنا. ومعانا وز كمان، الوز معانا على الحله 160 جنيه. معانا كمان الرومي، الرومي البلدي، كيلو الرومي البلدي عامل معانا 150 جنيه برده مغسول على الحله، ولو هنتبل بنزود 10 جنيه. تعالوا نشوف كده مع بعض بقيه العروض معانا اللي مكمله علشان خاطر رمضان، وعندنا بسم الله ما شاء الله اوردرات كتير جدا جدا، حابه ان انا اشارككم بيها عشان تلحقوا معانا العرض. وكل اللي هيحجز معايا على الواتس هحجز له بالاسعار اللي احنا هنقول عليها دي. طبعا احنا عارفين ان كل يوم في زياده وده غصب عن السوق كله، انا عايزاك النهارده اتصلي باي جزار واسمعي الارقام اللي انت هتسمعيها، لو ما قالكيش ان البوفتيك والستيك ب 300 جنيه قولي جيجي ما بتعرفش حاجه. انا النهارده عامله الستيك والبوفتيك ب 270 جنيه، 270 جنيه، ادي الستيك اهو، تمام، وادي البوفتيك اهو. البوفتيك انا دلوقتي هبتدي ان انا اغسله واتبله علشان هعمله بالبيض وبالبقسماط، بيطلع بالبيض وبالبقسماط ب 300 جنيه، بالبيض وبالبقسماط ب 300 جنيه، والستيك بنزود عليه 10 جنيه بس للتتبيل، يعني هيبقى ب 290 لو انت عايزاه متبل شوي. عندنا ايه كمان؟ عندنا الشاورما، الشاورما نفس السعر ب 270 جنيه، ولو عايزينها بقى بتتبيله الشاورما المظبوطه تمام بنزود 20 جنيه، لان بتبقى فيها حاجات كتير جدا جدا عشان تديكي نفس الطعم ونفس التيست بتاع بره بالظبط. طبعا الحاجات دي كلها بلدي زي ما احنا عارفين. الكيلو الشاورما زي ما قلت بكام؟ ب 270، هنحط 20 جنيه لو انت عايزاه متبل. كل الحاجات دي هتتبل دلوقتي، الاوردرات كلها عايزه تبقى متبله ومعموله على نصوص. معانا كمان ورق عنب مكمل معانا اهو، ادي ده كيلو ورق عنب عامل 120 جنيه. معانا السجق، السجق بره وصل ل 230 جنيه و 220 جنيه عند اي جزار، هنا من عند جيجي السجق البلدي وكل الناس اللي خدت منه، انا مطلعه اكتر من 150 كيلو الاسبوع اللي فات، الناس كلها شكرت فيه، انا بعمله بنفسي، عامل معانا 200 جنيه، السجق البلدي عامل 200 جنيه. معانا المفروم احمر خالص زي ما انتم شايفين، لحمه بلدي زي الفل. المفروم بقى عليه عرض بقى بمناسبه رمضان، بكام بقى يا جيجي؟ ب 230 جنيه، 230 جنيه وما فيهوش دهون زي ما انت شايفه كده اهو، احمر خالص 230 جنيه والطبق نص كيلو. معانا البرجر، البرجر برده في اي عند اي جزار البرجر عامل معانا 230 و220، عند جيجي ب 200 جنيه بس، اسالوا الاسعار بره بقت عامله ازاي، محدش يقول لي الاسعار غاليه خالص، انا منزله وارخص من اي حد، واللي هيحجز معايا دلوقتي هياخد بالاسعار دي، هيجي بعدين هقول له العرض خلص، شوف بقى هتجيب منين. معانا كمان كفته الرز ب 200 جنيه. معانا اللحمه البلدي، ادي اللحمه البلدي، تمام، اللحمه 250 جنيه زي ما انتم شايفين كده اهو، فريش لسه جايه،
250 جنيه، الطبق نص كيلو. في كمان موزه زي ما قلت لكم، معانا الريش تمام، الضاني، اللحمه الضاني دي داخله تتبل علشان هتتعمل شوي مع الطرب تمام. دي الكيلو، الكيلو الضاني ب 250 جنيه، كيلو اللحمه الضاني ب 250 جنيه ريش فريش داخل يتبل، بنزود في التتبيله 10 جنيه. معانا الطرب، الطبق ده نص كيلو، كيلو الطرب معانا ب 230 جنيه، دي لحمة مفرومة من غير أي حاجة، لحمة مفرومة متبلة، لحمة مفرومة من دي بس واخدة تتبيلة بس، ومحشية عليها المنديل اللي هو بتاع الطرب. الطبق، بيبقى بكام؟ احنا قلنا الكيلو ب 230 جنيه تمام؟ الكيلو دول طبقين كده ب 230 جنيه. معانا الكبده البلدي من غير لا قلب ولا كلاوي، متقطعه بالتقطيع اللي انت عايزاه، عايزاها سليمه، عايزاها متقطعه رقيق، عايزاها متقطعه شاورما تمام، هتعمليها اسكندراني اي تقطيعه. الكبده ب 250 جنيه، كبده صافي. معانا الحواوشي، انا اللي بعمله بخلطه مميزه جدا جدا، كل الناس اللي خدت الحواوشي شكرت فيه جدا جدا، عجبها قوي قوي قوي. الحواوشي معانا ب 200 جنيه، لحمه بلدي بس عايزه اقول لك ريحته بتجيب اخر الشارع. معانا كفته الحاتي واللي ما بتفكش من على السيخ ابدا ابدا ابدا، استحاله تمام، وحاجه كده بالف هنا وشفا، ببقى عاملاها بالدوش. الدوش ده ايه يا جيجي؟ ده زي اللحمه كده تمام، بس تبقى خشنه شويه، بتديها طعم حلو قوي مش دهون. وبنعمل تتبيله مميزه جدا لكفته الحاتي، وانا اللي بعملها بنفسي، كيلو معانا ب 200 جنيه. لسه معانا بقى الحاجه بعد ما تخلص، هوريكم بقى شكلها بعد ما بتخلص معانا تبقى عامله ازاي. بس حبيت اقول لكم ان البفتيك بالبيض وبالبقسماط ب 300 جنيه.